والله يشوف بالنسبة للبشار عليك، البشار تتمول بشار قناة سبع بعد لا يتمولون من سد كبير، هو أنا سد ما جرف تربة، لكن للأسف نظرا للتغيرات المناخية والجفاف اللي خيم على المنطقة أدى إلى تراجع كبير في مستوى هذا السد. اليوم حاره في حوالي 33 يعني مليون متر مكعب، وصل يعني إلى أدنى مستوى. لكن احنا تحسبون لهذه الوضعية في القطاع مع الجماعات المحلية اخذنا كل التدابير، أولا برنامج استعجالي فيما يخص على مستوى الاستغلال لضمان لاستمرارية يعني الخدمة العمومية وتوزيع المياه لكل هذه المدن، وراهي تمشي ورانا نوفر الماء الحمد لله. كذلك خدينا على مستوى الحكومة قرار هام جدا هو جلب المياه بحوالي 180 كيلومتر شمال بشار. نعم يعني درنا كل الإجراءات الصفقات وما يشبه ذلك، الآن المؤسسات راهي باشرة الأعمال في الميدان. هذا هو الحل اللي راح يعني لانه يعني من غير ينفع. طبيعي نشوفوا الصور ربما ارسلت لنا دراري صغار يروحوا بالبيادم في بشار وحتى في ولايات اخرى. سيد الوزير الظاهره هذه في بشار تتحل هذه الايامات ان شاء الله؟ لا لا شوف بلال باش نكونوا موضوعيين، بالنسبه لبشار هذه حاله استثنائيه، هذه حاله استثنائيه. هو عموما التزويد بالمياه الصالحه للشرب ما نتكلمش غير على ثلاثه بلديات هذيك، ولكن كل بلديات كل هو ولاية. عموما المياه متوفره عموما. ما كان المشكل في ثلاث بلديات، هو ثلاث البلديات هذه اللي تمول من السد. لكن خذينا عده اجراءات قلت لك بما فيها البرنامج الاستعجالي هذا لجلب المياه بحوالي 180 كيلومتر نحو هذه المدن. نعم. هذا هو الحل اللي راح يكون الحل النهائي. الحل النهائي هذا في كمرحله اولى. نعم. لكن على المدى ابعد، على المدى ابعد راح نجيب المياه من لالبيان، من لالبيان توجور، لكن في إطار تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا. لكن رانا نسعى في التخطيط نتاعنا لإعطاء الأولوية، لإعطاء الأولوية إلى الولايات أين متواجدة هذه المياه. نذكر التحويل من منطقة بشار نحو حتى السعيدة، الأولين اللي استفدوا من هذا المشروع هم سكان ولاية بشار. نعم. إذن في مرحلة ثانية يكون فيه استثمار كبير من أجل جلب المياه بكمية. نعم. كبيرة. نعم. لتأمين نهائيا إن شاء الله. يعني في المدى البعيد ولاية بشار.